في الشأن الحضرمي شدد محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي بسرعة شفط مياه الصرف الصحي على جانبي مشروع جولة الكتاب بديس المكلا ووجه المحافظ خلال نزوله للموقع على إزالة الأسباب التي تعرقل سير العمل في مشروع إنجاز جسر جولة الكتاب، موجها أيضا بإزالة مياه الصرف الصحي التي تبطئ من عملية الإنجاز وتسبب في أيذاء المواطنين. كما شدد المحافظ بن على إزالة مخلفات العمل من على جانبي الطريق مؤكدا أهمية سرعة إنجاز هذا المشروع الذي يربط مناطق أحياء الديس بأحياء المكلا والشرج والذي تسبب تأخيره في خلق حالة ازدحام بالمنطقة وعرقرة مرور المواطنين